خوتي السلام عليكم. بغيت نعاود لكم على واحد الاخ ديالي خرج شاف الهجرة السرية، خرج من الدار من هنا ممتازة نهار 13 في شهر 10، جاو مورا الدراري صحابو وبغى يمشي، وبقينا حنايا شادينو باش ما يمشيش وعينا فيه وداك الشيء، ولكن هو راه عنده 26 سنة وبغى يمشي، ما بغاش يجلس كاع، عينا فيه ومشاو على الجزائر، مشاو ربعة بهم، وتما في الجزائر الحق على واحد اخرين كانوا هنايا مولاد من مدينة تازة، حتى هما ممتازة، كانوا شي ثلاثة اخرين تاع الناس ممتازة. داك الساعة بقى في الجزائر لمدة من 13 في شهر 10 حتى الليلة دراس العام، عاد كان داير معاهم الحراك باش غادي يديهم من الجزائر من واحد الجهة سميتها عين تشرك، ومشاو داك الساعة 12 واحد بهم قدام الحراك، وتقلبت بهم الزودياك اللي مشاو فيها. داك الساعة 3 نتاع الدراري بانوا ميتين، وسبعة بانوا حيين، وهو واحد الجزائري ما بانوش كاع. ودابا خوتي الله يرحم الوالدين اللي كيعرف عليه شي حاجة، ولا بغينا ما نعرفو خاي واش عايش ولا ميت، راه الوالدة ديالي وكدا وكتفقس عليه، وبغينا نعرفو واش دابا راه عايش ولا ميت. كنطلبو منكم الله يرحم الوالدين اللي قدر يعاوننا، هادشي اللي طلع حنا عينا فيه باش ما نخليوهش يمشي، ولكن راكم كتعرفوا الانسان ملي كيكون كبير ما يمكنلكش تحكم فيه، واخا كتهضر معاه كيدير شي حاجه فوق الاستطاعه نتاعه. ودابا خوتي الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا شاف عليه شي حاجه، وبغينا نعرفوا واش حي ولا ميت، راه دابا ديت من راس العام ما بان، وعينا ما نقلبوا. دابا الله يرحم الوالدين اللي نصينا على الفيديو هذا، واللي شاف عليه شي حاجه ولا يتصل بينا، الله يسهل عليكم.